يسعد لي مساكم، يسعد لي اوقاتكم، الله يسعدكم صبايا من وين كنتوا عم تتابعوني. كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله يا رب وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحه وعافيه. اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبتمنى منكم يا صبايا إذا كنتوا أول مرة عم تحضروا فيديوهاتي وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة، فضلا ليس أمرا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. إذا كنتوا من أصدقائنا وحبايبنا يلي موجودين بالقناة فبتمنى منكم ما تنسوني من اللايك والتعليق. خليلي ياكم جميعا. كيفكم صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. شو عملتوا؟ شو ساويتوا بهدول اليومين اللي غبنا فيهم عن بعض؟ والله اشتقت لكم كثير عن جد، يعني ما بيمنعني عنكم الا هيك مثل ما بيقولوا الشديد القوي. شفتوا انه صار لي كم يوم هيك تعبانه، قلت خليني اخذ استراحه، وانا هيك هيك يوم الاحد ما بنزل فخلي يصيروا سبت واحد. والله يعني مثل ما تركتكم ما سويت شيء ولا عملت شيء ولا اشتغلت شيء، يعني حتى يوم السبت كان عندي اكل ما طبخت، فقلت انه اليوم بدي اطبخ. خليني شارككم بروتين يوم الاحد. مثل ما لكم شايفين اول شيء حضرنا قهوتنا، انه خلينا نشربها مع بعض وبعدين بنشوف ايش بدنا نساوي باقي اليوم. صبايا بدي اسالكم ايش اخبار حلويات العيد؟ خلصتوها ما خلصتوها؟ نحن يعني ان شاء الله بيجي العيد ولسه بقيان عنا من البرازه والغريبه، ما بعرف يعني مع هالشوب بنشيلهم وبنحطهم ومثل ما هن. فالحمد لله رب العالمين على هالنعم. هون قلت خليني جهز القهوة وبعدين بقى منشوف ايش بدنا ناكل ايش بدنا نساوي. هلا للأمانة اليوم والله مدللتن، يعني شربتن قهوة وفطرتن وعشيتن، بس ما صورت الفطور، يعني صورت القهوة وحتى الغدا. يعني لو احكي لكم ايش صار معاي مغامرات. هلا انا بلاقي يعني انه صعبة وجديدة علي هي انه تقطع الكهرباء، بس يعني الناس متعودة عليها وخاصة بسوريا قطعت الكهرباء. هون والله صار لي فترة، يعني حتى قبل مرة حكيت انه انقطعت الكهرباء عندي، فصار يقولوا لي معقول بتقطع الكهرباء عندكم؟ هلا الامانة هي بتقطع، يعني انه قطع عام، انه احيانا بصير مثلا شيء بتقطع عن الضيعة كلياتها، بس هلا يعني صار يمكن 3 مرات او 4 مرات هي الكهرباء البيت عندي بس انا بتفصل لحالي، يعني منروح عند الجيران جاي الكهرباء على فكرة بدون سبب بدون شيء، نكون قاعدين فجأة بتفصل الكهرباء البيت كلياتها، بقى بتاخد 2 ساعة 3 6 8 8 ساعات لحتى تجي. والله من فترة قطعت الكهرباء تقريبا يمكن من العصر لتاني نهار لحتى اجيت، وحتى وقت يمكن صورت مرة وانه مدين توصيلة من عند الجيران لحتى بس نشغل المراوح ونشحن التليفونات. فما بعرف يعني ايش مشكلته، هو شكله البيت قديم او لانه عم نشغل المكيف يعني بصير ضغط على الكهرباء. والله يعني نحن ما عرفنا ايش السبب. فيوميتها مثل ما لكم شايفين يعني سويت القهوة انه الكهرباء جاية، يعني شغلت ماكينة القهوة الكهرباء جاي، فجأة قطعت الكهرباء. فقلت لحالي بلكي على بين ما نشرب فنجان القهوة انه بتجي الكهرباء وبقوم بحضر الفطور وبصور لكم، بس والله يعني ما اجت. قلت خلص بلا ما اصور الفطور، يلا بلكي ان شاء الله للمسا بتجي بقى بصور تحضير الغداء. مثل ما شفتوا اليوم بدي اعمل كريسبي الدجاج وتبولة، وبدي اشوي بطاطا بالفرن او بطاطس الوجز. فالمهم والله استنينا تقريبا لبعد العصر، خلص ما بدها تجي الكهرباء، قلت يلا مو مشكلة خليني اصور تحضير الغداء. هلا انا المطبخ عندي يعني ما كتير عتمة، فتحت البرداي فتحت باب البلكون، يعني صار ما اشبه شيء، بس انه لما تكون جاي الكهرباء في عندي اضاءة تحت الخزن بشغلها بيطلع التصوير كتير احلى، بس يلا مو مشكلة قلت بمشي حالي اليوم هيك.
لا قالش شو الكهرباء قطعة، قلت لبنتي انه هاي البطاطا بدي اعملها بالقلاية الكهربائية، بس بما انه يعني الكهرباء قطعة خليني اعملها بالفرن. قال يعني انه القلاية الكهربائية على الكهرباء والفرن مانو على الكهرباء. فسبحان الله احيانا هيك يعني في شغلات بتكون قدام عينكم وما بتشوفوها، وشغلات يعني بتكونوا عارفانينها بس ما بعرف بتعملوا عكسها تماما. هذا اللي صار معي. ايش قلت لها لبنتي؟ قلت لها هلا بحط البطاطا بالفرن وباخد التبولة بطلع بفرمها برا، انه لاني هون بلش انه شوي يصير عتمان، بطلع بفرم التبولة برا ويبقى على القلي ما بصور يعني. والله قطعت البطاطا وتبلتها وطلعت صينية الفرن، ومثل ما لكم شايفين رتبت البطاطا، جيت فتحت الفرن، يي لك الفرن على الكهرباء، وانا راحت عن بالي القصة ابدا ابدا. والله ما بعرف يعني شلون انه متذكرة القلاية الكهربائية على الكهرباء وانه الفرن ما نوع على الكهرباء، ما بعرف. او يمكن احيانا الواحد هيك من العجقة من التوتر بتلاقوه عن جد بتكون الشغلة قدامه ما بيشوفها. وعلى فكرة انا من هدول الاشخاص، بس من حسيت حالي مثلا انه مضغوطة او ماني ملحقة او مثلا هيك في شي زعجني بتلاقوني ما بعرف اشتغل ولا شغلة، ممكن افتل افتل هيك وانا بمكاني. هذا اللي صار معي وقتا، صرت انه اقول يا ربي انه ايمت بدها تيجي الكهرباء، وانا شلون بدي اصور، وايمت بدي لحق لهم العشاء، والتبولة بدها فرن، كل هذا انه قاعدة عم بستنى انه هلا بتجي الكهرباء وشوي بتجي الكهرباء. والحمد لله رب العالمين، يمكن ما اجت الكهرباء يوميتها للساعة 8 المساء. هلا هي مو انه قطع الكهرباء يعني بتساوي كل هذا الشيء، بس انه الواحد لما بتصير معه الشغلة فجأة وما انه متعود عليها بتحسه بيتوتر. شفتوا يعني هلا بسوريا، الله يا رب هيك يفرج عليهم وعلى جميع المسلمين يا رب، تجيهم الكهرباء كذا ساعة باليوم. بس يعني سبحان الله الإنسان يعني بيتأقلم وبتكيف مع الظروف اللي موجودة حواليه. الفلفلم هلا مثل ما شفتوا هون خلصت البطاطا وحطيتها بالفرن بس ما شغلناها، طلعت التبولة. قلت انه كمان على فكرة يعني قطعت الكهرباء مو انه بس كمان شان الاضاءة، شان الشوب، بتلاقوني مثلا اذا بدي اشتغل شغلة طويلة بالمطبخ بحط المروحة مقاويلي، ويعني بصير الجو ما اشبوشي. فهلا هون خضرة وهوايات واضاءة غير شكل، ايش رأيكم بهالاجواء؟ هلا هون جبت فليفلة عم بنشفها، بس يعني بحكي لكم ان شاء الله بالفيديو الجاي الصور فيها. ما قلت لكم اليوم يعني فيديو المغامرات رح سميه. هلا خليكم من كل هدول المغامرات، يعني مفاجأة مفاجأة الي، وان شاء الله انتم كمان هيك بتتفاجئوا معاي. يعني ما كنت متوقعة بهذا الوقت ولا كنت متوقعة هيك مفاجأة. هلا ما رح اقول ايش هي لحتى هيك ان شاء الله، يعني هيك كم يوم استنوني كم يوم ان شاء الله بحكي لكم ايش هي المفاجأة. ايش بتتوقعوا صبايا ايش هي المفاجأة اللي رح تصير بعد كم يوم؟ كتبوا لي بالتعليقات لاشوف حدا هيك رح يحصل رح يعرف ايش رح يصير. فعم بستنى يلا تعليقاتكم، ووعد اذا حدا منكم بيجيب الحدث اللي رح يصير رح احكي لكم اياه قبل وقت ان شاء الله. سبحان الله احيانا الواحد، شفتوا يعني انا حكيت لكم من فترة انه عن جد هيك ملانة زهقانة طفشانة ما قلي نفس لشي، بعدين هيك اجلي قريب والمرضى، يعني عن جد حتى والله ما كان لي نفس لا امسك التليفون ولا صور. بعدين هيك بيصير معكم حدث لطيف انه عن جد والله بترجعوا هيك بتنعنشوا من اول وجديد، بتقولوا يا سلام. والله يعني نفسي هيك احكي لكم انه الشيء المفاجأة، بس يعني بعدين بتبطل المفاجأة، هيك تحمسوا شوي تفاعلوا شوي على الفيديو. وكلكم وعد يعني اللي بتجيبها صح اكيد رح خبركم عنه ان شاء الله بالفيديو الجاي. هلا شفتوا صبايا هون غسلت الخضرة انا واخدت للتبولة. اول شيء البرغل انا حطيته من المطبخ، حطيت له الليمون وقلت بفرم فوق البندورة فورا وبنزلها فوقه، وخاصة هذا البرغل اللي عم بيجي للتبولة يعني بيكون كتير ناعم، يعني ما في داعي لحتى تنقعه، مجرد اذا فيها الخضرة شوية مي من عصير الليمون من مية البندورة عم بيصير ما احلام. حتى التبولة اذا شفتوا انا بحط لها خس وبحط لها خيار، ما بعرف ما بحس التبولة طيبة بس على انه البقدونس، وخاصة هاي الفترة عم بيجي البقدونس ابدا ما نطري، يمكن لاني شوب لاني ما بعرف. ف
فعلى فكرة أنا مو بس بالصيف، يعني بالصيف وبالشتاء بخلط التبولة بقدونس خس وخيار، بيعطيها نكهة كتير أطيب وبتصير هيك طرية أكتر. يعني حتى ما كان عندي بصل أخضر، حطيت بصلة عادية، قطفت نعناع كمان وحطيت لان. هلأ هون وأنا عم بفرم التبولة قلت لبنتي عن جد يعني والله الأجواء بتجنن، وخاصة قلت لكم جوا ما في كهرباء، المفروض نحط غدانا ونقعد نتغدى هون، بس إيش المشكلة إنه الكهرباء مقطوعة وأنا لسه ما سويت البطاطا. فقلت لبنتي إن شاء الله بقى بتجي الكهرباء بتستوي البطاطا ويبقى بنطلع بناكلها هون قبل ما إنه يصير عتمة. بس والله يوم تأخرت الكهرباء كتير وما يعني ما لحقنا إنه نتغدى هون. لهون خلصت فرم التبولة، قلت خليني أقطف شوية عنب وأوصلهم مرة ونحن برا، وكمان المي مفتوحة على الدوالي، قلت خلينا هيك بعدين ندخله لجوا نضاف وجاهزين للأكل. شايفين عناقيد العنب ما أحلاهم، ما شاء الله تبارك الرحمن كل عنقود بيشهي. هلا هون قطفنا العنبايات، خلينا نغسلهم وبعدين هيك بندخلهم نضاف وجاهزين لجوا. بالفيديو السابق وقت اللي حكيت لكم انه جارتي بعثت لي العنب والعنب نعم بتحماها، صرت تسالوني جارتك عربيه دائما بتقولي ما عندك جيران عرب بالمنطقه اللي انت ساكنه فيها؟ لا صبايا جارتي ما هي عربيه، انا قلت لكم انه قبرصيه، ويعني ما في بيناتنا زيارات، ما في بيناتنا يعني كتير روحات وجيات، مو كتير يعني ما في ابدا روحات وجيات، بس انه بتحكي مع بنتي على التليفون، بنسكب لبعض، الاولاد بيلعبوا مع بعض، بس يعني ما في يعني انه زيارات. بس والله لما مرض جوزي يعني وقت اللي عمل حادث اجت لعنا على البيت يمكن مرتين، راحت لعنا على المشفى مره، كانت توصلنا، فالله يا رب يعطيها الصحه والعافيه. والعنب يعني بيت حماها كمان، بيت حماها الساكنين قلت لكم هون عنا بالحاره، واللي كان تابعني من قبل شفته وقت اللي اجت مرت عمه وشغلت التنور، وقلت لكم انه الجاره اجت شغلت لها، هي هاي حماتها لجارتي، هي اللي اجت شغلت لنا التنور وقتها ساعدت مرت عمه او علمتها شلون تشتغل على التنور. بس مثل ما قلت لكم الزيارات روحات وجيات ما في بين بعضنا. واخيرا هلا هون كانت جايه الكهرباء، اول شيء حطيت البطاطا بالفرن، شفتوا البطاطا المشويه بتاخذ معاكم وقت، والله انا احيانا لما بكون مستعجله وبدي اشوي بطاطا بالفرن بغلي عليها غلوه، يعني بسلقها تقريبا 3 دقائق وبعدين بتبلها وبحطها بالفرن، ما بتاخذ معي وقت. بس سبحان الله يعني اليوم على اساس انه بدي احطها بالفرن تستوي على مهلها، وخاصه انه فطرانين، فقلت عادي اذا تاخر الغدا شوي، بس يعني هيك بتصير معاكم الشغلات بالعكس. فاول شيء حطيت البطاطا بالفرن وبعدين بلشت اقلي الكريسبي. هلا تقريبا البطاطا بتاخذ بين 35 دقيقه 40 دقيقه على حسب يعني حجم البطاطا، بس انا كمان اليوم يعني ما كنت كتير مكبره اصابع البطاطا، فالحمد لله رب العالمين ما اخذت معي وقت كتير. هلا شفتوا انا كمان كنت مجهزه الكريسبي يعني محطوط بالخلطه، بعدين طلعته من الخلطه وحطيته على الطحين وبلشت اقلي فيه وجبه ورا وجبه، كمان ما بياخد وقت يعني ما نو مثل البروست لازم تبقى الوجبة ربع ساعة بالزيت لحتى تطلع مستوية، لا تقريبا 7 دقايق بتكون القطعة مستوية وما أحلاها. هدول بطاطاتنا طلعوا من الفرن سخنين وعن جد بيشهوا القلب. وهلأ هيك غدانا صار جاهز. اليوم ما شاء الله العشاء 3 أصناف، لا وكل هدول يعني بتشتغلوا فيهم نص النهار بالاخير يعني على العشاء بيخلصوا ما بيزيد منه الا تاني نهار، فلازم بقى بكره نطبخ طبخة جديدة. ايش عم تطبخوا يا صبايا؟ يعني شوفت عينكم رحت على محل الخضرة وما كان في خضرة، واليوم يعني انه بطاطا تبولة هيك شغلات ناشفة، فما بعرف ايش بدي اطبخ بكره. تعالوا اعطوني ايش عم تطبخوا انتم هالايام، اعطوني هيك كم طبخة كم فكرة لحتى نطبخهم ونطبقهم مع بعض ان شاء الله. وبس بتمنى منكم يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوا ما تنسوني من لايك والتعليق، ربي يسعدكم جميعا. وهي هيك هون تبولتنا صارت جاهزة، وهذا الكريسبي اللي بشهي القلب، وهي بطاطتنا، والله حطيت جنبهم بس هيك هالبينو مايونيز كاتشب، والحمد لله رب العالمين على هالنعم. الله يا رب يدومها علينا وعليكم ويحفظها من الزوال. ولهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته،
ان شاء الله يا رب هيك يكون فيديو اليوم خفيف ولطيف واستمتعتوا وانتوا عم تحضرون. وما تنسوا تكتبوا لي الشيء المفاجأة، بستنى ايش رح تتوقعوا وايش رح تكتبوا، ايش رح يخطر على بالكم. هلا يعني ما تحطوا لي هيك شغلات كبيرة وصعبة ومستحيل انها تصير، لا هي خلوا احلامكم شوي بسيطة مثل احلامي عشان تتحقق. خلي لي اياكم ان شاء الله يا رب ايامكم واحلامكم كلها حلوة ومحققة باذن الله. وهلا صار لازم اودعكم وقلكم ان شاء الله بشوفكم بيوم جديد بفيديو جديد بروتين جديد على خير وهدات بال.